وهنا مسألة ذكرتها الآن أحب أن أنبه عليها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذه الرعاية تشمل الرعاية الكبرى الواسعة والرعاية الصغرى، وتشمل رعاية الرجل في أهله. وعلى هذا فمن مات وقد خلف في بيته شيئا من الدشوش فإنه قد مات وهو غاش لرعيته، وسوف يحرم من الجنة كما جاء في الحديث. ولهذا نقول إن أي معصية تترتب على هذا الدش الذي ركبه الإنسان قبل موته، إن كل معصية تترتب عليه بعد موت الإنسان فإن عليه وزرها وإن طال الزمن وكثرت المعاصي. فاحذر أي أخي المسلم، احذر أن تخلف بعدك ما يكون إثما عليك في قبرك وما كان عندك من هذه الدشوش، فإن الواجب عليك أن تكسره، لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا على وجه محرم، لا يمكن بيعه، لأنك إذا بعته سلطت المشتري على استعماله في معصية الله، وحينئذ تكون ممن أعان على الإثم والعدوان. ولا طريق للتوبة من ذلك قبل الموت إلا بتكسير هذه الآلة التي حصل فيها من الشر والبلاء ما هو معلوم اليوم للعام والخاص. احذر يا أخي أن يفجأك الموت وفي بيتك هذه الآلة الخبيثة، احذر فإن إثمها ستبوء به وسوف يجري عليك بعد موتك. نسأل الله السلامة والعافية.